أستاذ سليمان جودة. أستاذ سليمان طبعا بصبح عليك في البداية، وخلينا نروح لنقطة مهمة جدا اللي هي التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات، سواء من وسائل الإعلام المحلية أو العالمية. إزاي بتتحدث وسائل الإعلام عن هذه الانتخابات بأي شكل من الأشكال، سواء كان بنظرة إيجابية أو حتى بنظرة سلبية؟ إزاي رصدت هذه التغطية الإعلامية وما وفر للمراسلين المصريين أو الأجانب من إمكانات لتغطية هذه الانتخابات بشكل ممكن تغلفه الشفافية إذا جاز لينا التعبير، حتى تنقل الصورة لكل الناس كما هي دون زيادة أو نقصان؟ أولا أهلا بيك أستاذ هشام والسادة المشاهدين والصديق العزيز أستاذ عماد الدين حسين. أنا أعتقد أنه الانتخابات مجلس الشيوخ، وبالمناسبة لسه بعض الناس بيسميه مجلس الشورى، يعني أحيانا الناس بتغلط بيقول لك انتخابات مجلس الشورى، لأنه طبعا مجلس الشورى اللي عاش طوال فترة مبارك وجزء من فترة السادات لا يزال في الأذهان، لكن محتاجين وقت عشان الناس تتعود أنه المجلس الجديد اسمه الشيوخ مش الشورى. أعتقد أن هذا المجلس أو انتخاباته كما قال الصديق الأستاذ عماد الدين حسين بروفا لانتخابات مجلس النواب اللي هتبقى تجري آخر هذه السنة. أتصور أن المعركة الانتخابية استطاعت أن تظهر أصداؤها بشكل ما في وسائل الإعلام، سواء على مستوى الإعلام الخارج أو إعلام الداخل. وشفنا في أثناء التصويت اليومين اللي كان فيهم التصويت في الخارج والنشاط الملحوظ للوزيرة نبيلة مكرم، أتصور أنه كان هناك على مستوى الجاليات المصرية في الخارج نوع من الزخم اللي انعكس في تغطية وسائل الإعلام لهذه العملية الديمقراطية. داخليا ربما تكون غياب المنافسة المطلوبة أثر على نوعية وجودة التغطية الإعلامية، لأن التغطية الإعلامية دائما عندما تأتي لتقيمها بتبقى مرتبطة بمدى وجود منافسين حقيقيين في الملعب السياسي. فكان هناك طبعا تغطية إعلامية ما فيش كلام، لكن لو كانت المسألة فيها قوائم نسبية كان هيبقى هناك زخم أكبر، هيبقى اهتمام أوسع، لكن أعتقد أن احنا هنستفيد من هذه المسألة في انتخابات مجلس النواب، لأنه هو بقى الأهم، هو الغرفة الأولى وهو الغرفة المنوط بها رقابة على عمل الحكومة وتشريع القوانين، وبالتالي ربما تكون هذه المعركة التي دارت والتي ستدور في انتخابات الإعادة على مستوى مجلس الشيوخ طريقا إلى تجنب أخطائها في المعركة الأكبر القادمة اللي هي معركة انتخابات مجلس النواب. نعم.